قال شيوخ هذه الطائفة في التوحيد: إن الحق سبحانه وتعالى موجود قديم، واحد حكيم، قادر عليم، قاهر رحيم، مريد سميع، مجيد رفيع، متكلم بصير، متكبر قدير، حي أحد باق صمد، وأنه عالم بعلم، وقادر بقدرة، ومريد بإرادة، سميع بسمع، وبصير ببصر، متكلم بكلام، وحي بحياة، وباق ببقاء، وله يدان هما صفتان يخلق بهما ما يشاء على التخصيص، وله الوجه، وصفات ذاته مختصة بذاته، لا يقال هي هو ولا هي أغيار له، بل هي صفات له أزلية ونعوت سرمدية، وأنه أحدي الذات ليس يشبه شيئا من المصنوعات، ولا يشبهه شيء من المخلوقات، ليس بجسم ولا جوهر، ولا صفاته أعراض، لا يتصور في الأوهام، ولا يتقدر في العقول، ولا له جهة ومكان، ولا يجري عليه وقت وزمان، ولا يجوز في وصفه زيادة ولا نقصان، ولا يخصه هيئة وقد، ولا يقطعه نهاية وحد، ولا يحله حادث، ولا يحمله على الفعل باعث، ولا يجوز عليه لون ولا كون، ولا ينصره مدد ولا عون، ولا يخرج عن قدرته مقدور، ولا ينفك عن حكمه مفطور، ولا يعزب عن علمه معلوم، ولا هو على فعله كيف يصنع وما يصنع ملوم، لا يقال له أين ولا حيث ولا كيف، ولا يستفتح له وجود فيقال متى كان، ولا ينتهي له بقاء فيقال استوفى الأجل والزمان، ولا يقال لما فعل ما فعل إذ لا علة لأفعاله، ولا يقال ما هو إذ لا جنس له فيتميز بأمارة عن أشكاله، يرى لا عن مقابلة، ويرى لا عن مماقلة، ويصنع لا بمباشرة ومزاولة، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يفعل ما يريد ويذل لحكمه العبيد، لا يجري في سلطانه إلا ما يشاء، ولا يحصل في ملكه غير ما سبق به القضاء، خالق أكساب العباد خيرها وشرها، ومبدع ما في العالم من الأعيان والآثار، ومرسل الرسل إلى الأمم من غير وجوب عليه، ومتعبد الأنام على لسان الأنبياء عليهم السلام بما لا سبيل لأحد باللوم والاعتراض إليه، ومؤيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالمعجزات الظاهرة والآيات الزاهرة بما أزاح به العذر وأوضح به اليقين والذكر، وحافظ على بيضة الإسلام بعد وفاته
صلى الله عليه وسلم بخلفائه، ثم حرس الحق وناصره بما يوضحه من حجج الدين على ألسنة أوليائه. عصم الأمة الحنيفية عن الاجتماع على الضلالة، وحسم مادة الباطل بما نصب من الدلالة، وأنجز ما وعد من نصرة الدين بقوله تعالى: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اعلموا رحمكم الله تعالى أن المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتسم أفاضلهم في عصرهم بتسمية علم سوى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا فضيلة فوقها، فقيل لهم الصحابة. ولما أدرك أهل العصر الثاني سمي من صحب الصحابة بالتابعين، ورأوا ذلك أشرف سمة. ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين. ثم اختلف الناس وتباينت المراتب، فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية بأمر الدين بالزهاد والعباد. ونذكر في هذا الباب أسامي جماعة من شيوخ هذه الطائفة من الطبقة الأولى: أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم من كورة بلخ، كان من أبناء الملوك، ويحكى عنه أنه قال: أطب مطعمك، ولا عليك ألا تقوم بالليل ولا تصوم بالنهار. وقيل كان عامة دعائه: اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك. وقال لرجل في الطواف: اعلم أنك لا تنال درجة الصالحين حتى تجوز ست عقاب، أولها تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة، والثاني تغلق باب العز وتفتح باب الذل، والثالث تغلق باب الراحة وتفتح باب الجهل، والرابع تغلق باب النوم وتفتح باب السهر، والخامس تغلق باب الغنى وتفتح باب الفقر، والسادس تغلق باب الأمل وتفتح باب الاستعداد للموت. ومن شيوخ هذه الطائفة أيضا أبو الفيض ذو النون المصري، واسمه ثوبان بن إبراهيم، وأبوه كان نوبيا، سعوا به إلى المتوكل فاستحضره من مصر، فلما دخل عليه وعظه فبكى المتوكل ورده مكرما. وكان المتوكل إذا ذكر بين يديه أهل الورع يبكي ويقول: إذا ذكر أهل الورع فحيهلا بذنون. وكان يقول: مدار الكلام على أربع: حب الجليل وبغض القليل واتباع التنزيل وخوف التحويل. وكان يقول: من علامات المحب لله متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه. وسئل ذنون عن السفلة فقال: من لا يعرف الطريق إلى الله ولا يتعرفه. وجاءه سالم المغربي فقال له: يا أبا الفيض، ما كان سبب توبتك؟ قال: عجب لا تطيقه. فقال سالم: أسألك بمعبودك إلا أخبرتني. فقال ذو النون: أردت الخروج من مصر إلى بعض القرى، فنمت في الطريق في بعض الصحاري، ففتحت عيني
فإذا أنا بقنبرة عمياء سقطت من وكرها على الأرض، فانشقت الأرض، فخرج منها وعاءان صغيران، إحداهما ذهب والأخرى فضة، وفي إحداهما سمسم وفي الأخرى ماء، فجعلت تأكل من هذا وتشرب من هذا. فقلت: حسبي، لقد تبت إلى الله، ولزمت الباب إلى أن قبلني. وكان يقول أيضا: لا تسكن الحكمة معدة ملئت طعاما. وسئل عن التوبة فقال: توبة العوام من الذنوب، وتوبة الخواص من الغفلة. ومن رجال هذه الطائفة أبو علي الفضيل بن عياض الخرساني، وروي أن الفضيل كان قبل توبته شاطرا يقطع الطريق، وكان سبب توبته أنه عشق جارية، فبينما هو يرتقي الجدران إليها سمع تاليا يتلو: ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فقال: يا رب، قد آن. فرجع فآواه الليل إلى خربة فإذا فيها رفقة، فقال بعضهم: نرتحل، وقال قوم: حتى نصبح، فإن فضيلا على الطريق يقطع علينا. فتاب الفضيل وأمنهم وجاور الحرم حتى مات. وقال الفضيل: إذا أحب الله عبدا أكثر غمه، وإذا أبغض الله عبدا أوسع عليه دنياه. وقال: لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت علي لا أحاسب بها، لكنت أتقذرها كما يتقذر أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوبه. وقال أيضا: لو حلفت أني مراء أحب إلي من أن أحلف أني لست بمراء. وقال: ترك العمل لأجل الناس هو الرياء، والعمل لأجل الناس هو الشرك. ومن رجال هذه الطائفة أبو محفوظ الكرخي، كان من المشايخ الكبار ومجاب الدعوة، وهو من موالي علي بن موسى الرضا عليهما السلام، وقد كان معروف أبواه نصرانيين، فسلموا معروفا إلى مؤدبهم وهو صبي صغير، فكان المؤدب يقول له: قل ثالث ثلاثة، فيقول معروف: بل هو الواحد. فضربه المعلم يوما ضربا مبرحا فهرب معروف، فكان أبواه يقولان: ليته يرجع إلينا على أي دين يشاء فنوافقه. ثم إنه أسلم على يدي الإمام علي بن موسى الرضا، ورجع إلى منزله فدق الباب، فقيل: من بالباب؟ فقال: معروف. فقالوا: على أي دين أنت؟ فقال: على الدين الحنيفي. فأسلم أبواه. وقد قال السري السقطي: رأيت معروفا الكرخي في النوم كأنه تحت العرش يقول الله لملائكته: من هذا؟ فيقولون: أنت أعلم يا ربنا به. فيقول: هذا معروف الكرخي، سكر من حبي فلا يفيق إلا بلقائي. وقال معروف: قال لي بعض أصحاب داود الطائي: إياك أن تترك العمل، فإن ذلك الذي يقربك إلى رضاء مولاك. فقلت: وما ذاك العمل؟ فقال: دوام طاعة ربك، وخدمة المسلمين، والنصيحة لهم. وقال محمد بن الحسن: قال أبي: رأيت معروفا الكرخي في النوم بعد موته، فقلت له:
ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي. فقلت بزهدك وورعك؟ فقال لا، بل بقبول موعظة ابن السماك ولزوم الفقر ومحبتي للفقراء. وموعظة ابن السماك ما قال معروف: كنت مارا بالكوفة فوقفت على رجل يقال له ابن السماك وهو يعظ الناس، فقال في خلال كلامه: من أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة، ومن أقبل على الله بقلبه أقبل الله إليه برحمته، وأقبل بجميع وجوه الخلق إليه، ومن كان مرة ومرة فالله يرحمه وقتا ما. فوقع كلامه على قلبي وأقبلت على الله تعالى، وتركت جميع ما كنت عليه إلا خدمة مولاي علي بن موسى الرضا. وقيل لمعروف في مرض موته: أوصي. فقال: إذا مت فتصدقوا بقميصي، فإني أريد أن أخرج من الدنيا عريانا كما دخلتها عريانا. ومر بسقاء يقول: رحم الله من يشرب. فتقدم وشرب، فقيل له: ألم تك صائما؟ فقال: بلى، ولكني رجوت دعاء. ومن رجال أهل الطريق أيضا أبو الحسن سري السقطي، خال الجنيد وأستاذه، كان أوحد زمانه في الورع والأحوال السنية وعلوم التوحيد. قال أبو العباس ابن مسروق: بلغني أن السري السقطي كان يكون في السوق وهو من أصحاب معروف الكرخي، فجاءه معروف يوما ومعه صبي يتيم، فقال: أكس هذا اليتيم. قال سري: فكسوته. ففرح به معروف وقال: بغض الله إليك الدنيا وأراحك مما أنت فيه. فقال: فقمت من الحانوت، وليس شيء أبغض إلي من الدنيا، وكل ما أنا فيه من بركات دعاء معروف. ومنهم أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي، كان عديم النظير في زمانه علما وورعا ومعاملة وحالا، هو من البصرة. قيل إنه ورث من أبيه 70,000 درهم فلم يأخذ منها شيئا، قيل لأن أباه كان يقول بالقدر، فرأى في الورع ألا يأخذ من ميراثه شيئا. وكان ابن مسروق يقول: مات الحارث المحاسبي وهو محتاج إلى درهم، وخلف أبوه ضياعا وعقارا فلم يأخذ منه شيئا. وكان الحارث إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة تحرك على إصبعه عرق فكان يمتنع منه. وكان يقول: من صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة. ويحكى عن الجنيد أنه قال: مر بي يوما الحارث فرأيت فيه أثر الجوع، فقلت: يا عم، تدخل الدار تتناول شيئا؟ فقال: نعم. فدخلت الدار وطلبت شيئا أقدمه إليه، وكان في البيت شيء من طعام حمل إلي من عرس قوم، فقدمت إليه منه، فأخذ لقمة فأدارها في فمه مرات، ثم إنه قام وألقاها في الدهليز ومر. فلما رأيته بعد ذلك بأيام قلت له في ذلك، فقال: إني كنت جائعا وأردت أن أسرك بأكلي وأحفظ قلبك، ولكن بيني وبين الله علامة أن لا يسوغني طعاما فيه شبهة.
فلم أتمكن من ابتلاعه، فمن أين كان لك ذلك الطعام؟ فقلت إنه حمل من دار قريب لي من العرس. ثم قلت: تدخل اليوم؟ فقال: نعم. فقدمت إليه كسرا كانت لنا، فأكل وقال: إذا قدمت إلى فقير شيئا فقدم مثل هذا. ومنهم أيضا أبو سليمان داود الطائي، وكان كبير الشأن، ورث داود الطائي 20 دينارا فأكلها في 20 سنة. وقيل كان سبب زهده أنه كان يجالس أبا حنيفة رحمه الله، فقال له أبو حنيفة يوما: يا أبا سليمان، أما الأداة فقد أحكمناها. فقال له داود: فأي شيء بقي؟ فقال: العمل به. فقال داود: فنازعتني نفسي إلى العزلة، فقلت لنفسي: حتى تجالسهم ولا تتكلم في مسألة. قال: فجالستهم سنة لا أتكلم في مسألة، وكانت المسألة تمر بي وأنا إلى الكلام فيها أشد نزاعا من العطشان إلى الماء، ولا أتكلم به. ثم صار أمره إلى ما صار. ولما توفي رآه بعض الصالحين في المنام وهو يعدو، فقال له: ما لك؟ فقال: الساعة تخلصت من السجن. فاستيقظ الرجل فارتفع الصياح بصوت يقول: مات داود الطائي. وقال له رجل: أوصني. فقال له: عسكر الموتى ينتظرونك. ودخل عليه بعضهم فرأى جرة ماء انبسطت عليها الشمس، فقال له: ألا تحولها من الشمس؟ فقال: حيث وضعتها لم تكن شمس، وأنا أستحي أن يراني الله أمشي لما فيه حظ نفسي. ودخل بعضهم عليه فجعل ينظر إليه، فقال: أما علمت أنهم كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام؟ وقال أبو الربيع الواسطي: قلت لداود الطائي: أوصني. فقال: صم الدنيا واجعل فطرك الموت، وفر من الناس كفرارك من الأسد.